نظمت هيئة البحرين للثقافة والأثار أمس فعاليات اللقاء الثالث بعنوان نداء المنامة بحضور معالي الشيخ أمي بنت محمد الخليفة رئيسة الهيئة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وبمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص والمهتمين من التجار وأهالي المنامة إضافة إلى تواجد ثلة من الشخصيات الثقافية. في منتصف المدينة ومن نقطة التمركز التي انطلقت منها المنامة لتفصح للعالم أجمع عن هوية إرثها الحضاري والتاريخي وتنوعها الثقافي الذي استمد وهجه من تركيبتها العمرانية الفريدة ومن بيئة ضامة لجميع مقومات التعايش والتسامح بين عديد من أدمنوا هواها ممن طاب لهم العيش داخل أزقتها وفرجانها ليألفهم المكان ويعشقوه. أجاب اللقاء الثالث لنداء المنامة مسترعيا انتباه الجميع لتلك الجهود التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار في حفظ وصون مدينة المنامة التاريخية وتبنيها لاستراتيجية وضعت في مقام إعادة إحياء عدد من المشاريع العمرانية والثقافية فيها. نسعى إلى نبش ذاكرة هذه المدينة التاريخية جماعيا وذلك للبحث عن مفردات الاستثنائية والفرادة في هذا التراكم التاريخي الذي تحتضنه المنامة التاريخية. عبر هذه الذاكرة المشتركة وهذا النبش والاشتغال على العمران الثقافي نسعى إلى إدراج المنامة كأحدى مدن الإبداع في العالم. مبادرات هادفة تسارع إلى إطلاقها هيئة البحرين للثقافة والآثار، بل وتعتزم على وضع تصورات وخطط تستهدف زوار المدينة ليستمتعوا بمشاهدة ذلك التناغم الثقافي والإنساني والديني الذي تحتويه المنامة. هناك العديد من السياسات والمنهجيات التي تتبعها هيئة البحرين للثقافة والآثار وذلك من أجل الحفاظ على المباني التاريخية وأنماطها العمرانية المختلفة بدءا من البيوت التراثية، المعمار الانتقالي وكذلك التراث الحديث. نطاق واسع من التعاونات والتفاهمات المشتركة لا تدخر الهيئة أي طاقة من أجل إتمامها مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي بالشكل الذي يصب في صالح الاستثمار بالهوية الشاملة للمنامة والارتقاء ببيئتها المعيشية لاستعادة دورها الحيوي كمركز حضاري ومدينة استثمار نوعي. فالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام ضروري جدا جدا لإعادة حيوية البحرين وجمال البحرين والمعالم التاريخية اللي في المنامة اللي نادرة جدا صارت في الخليج وفي العالم العربي. ليس هناك دولة في الخليج فيها هذه المعالم اللي نشوفها في البحرين، ولكن الكثير منها يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى دعم مادي ويحتاج إلى دعم تطوعي. الحفاظ أولا على كل المباني التراثية، لم يبقى الكثير في هذا الشارع، تبقى هناك سينما اللؤلؤ كمبنى حكومي، طبعا باب البحرين اهتموا فيه والمحاكم اهتموا فيها كذلك. دأب لا تخف وتيرته من قبل الجهات الرسمية والأهلية ممن سكن حب المنامة في أفئدتهم لإظهارها بالصورة المشرقة التي تستحقها المليئة بجماليات تجمع الماضي بالحاضر ليشع بريقها في سماء الرقي والعراقة في آن معا. لتلفزيون البحرين محمد رشادات.